FM. الكلمة ليك. هي دار إكيم. إكيم اسم السيد اللي بنيت دار. إكيم سيتي أن أفوكا فرونسي. سي محامي فرنسي هو. دار تبنيت في أول القرن العشرين. هو جاي يخدم هوني و il avait pour habitude أنو يستدعي des écrivains, des artistes وقتها à l'époque معناها كيما جورج برنانوس كيما أندري جيد des écrivains فرنسيس. بعد في الوفاة نتاعو خليها لبنته دانييل اللي واصلت نفس التقاليد معناها تستدعي دي زارتيست و دانييل بدورها خليتها لبنتها ايمانويل اللي هي توا الاكتويل بروبريتير نتاع الدار. ايمانويل حبت تعمل اون ريزيدونس دارتيست حبت ال ترانسفورم لا ميزون اون ريزيدونس دارتيست بو ان فير بروفيتي لي زارتيست تونيزيان وكل شيء. اي ارتيست ولا فما ليني كامله نتاع الدار تمشيو عليها اي ارتيست كو سوا ميوزيسيان سينيست انكور اون فوا دي بانتر دي زكريفان برشا بيتا دي وادر دي برشا دي بروجي قاعد ينيسيلو دي ريزيدونس دي وركشوب دونك فريمون اي ارتيست بيان سور تخدموا معناتها على الاندر جراوند على الناس اللي ما معناتها ما لقاوش لوكال ناس ما لقاش وين تعبر معناتها تمشي للدار هذه معناتها تنجم تحتضنوهم مانيش في فكره انه اندر جراوند ولا مش اندر جراوند نحن نشجعوا العباد اللي تخدم العباد اللي تخدم اللي تجي تخدم معناتها سيريوزمون عندها خدمه تجي تكملها ولا دونك نحاولوا نخدموا نحاولوا عندنا فكره سي دو فير كولابوري لي زارتيست توينس مع دي زارتيست اترونجي مي سينون يصير اشانج بيناتهم زوج معناتها يصير اشانج مي سينون جوست اللي يخدم مرحبا بيه. دونك تستضيفوا وجوه من برا معناتها من الاترونجي كيما كانت بحذينا هندي زهرة مغربية كان بحذينا زاديق بروديكتور فرنساوي كانوا بحذينا ديود مهدي حديب و جان بيير سمدجا كلهم دي اترونجي تري بيان ونحكيو على نوفيل جينيراسيون معناتها مش كان الجينيراسيون القديمة ولا اي جينيراسيون تنجم تكون موجودة معناتها تنجم تكون اي جينيراسيون ماهيش سي با اون كيسيون دو d'amour ou de quoi que ce soit. Ou tramo des festivals, des projets, des événements kbar à la مستوى تنظيم دار هذه. Pour le moment, c'est pas. نعرفنا دار سيباستيان par exemple في الحمامات وشفنا انها دار معناتها مزيانه عندها هيستوريك كيما حكيت انت فما شخصيه جات للحمامات وقعدت في الحمامات وعطات صورتها والاعمال نتاعها واليوم قاعدين نحتفلوا بالدار هذه في دار مهرجان ودار فكره المهرجان هي باش نجاوبك ديزون كو موجوده قاعدين نخموا فيها ما نجمش نحكي عليها برشا خاطر مازال البروجي دونك هذايا في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل كاب اف ام الكلمة ليك.